زينبة يقطع عشان ممنوع من الصرف. يا أم زينبة اتفضلي. أم آية حاضر، يلا يا أم آية. عليكم. اتفضلي. أهلا وعليكم السلام. لا أنا سامعك أهو. أم آية طب اتفضلي يا أم آية. السلام عليكم. وعليكم السلام أم آية اتفضلي. أيوة يا عم الشيخ. قولي يا عم الشيخة. أنا متجوزة بقالي 24 سنة. متجوزة بقالك 24 سنة. أيوة ودلوقتي غضبانة عند والدتي. اغضبي كمان شوية، اغضبي، خلي ربنا يغضب عليكي. أولا ما فيش في الإسلام حد يغضب عند أبوه أو عند أمه. مبدأ الغضب ده عندنا مش موجود وله الشرعي أبدا. كل حاجة تيجي في البيت، كل صلح يجي في البيت، كل غضب يجي في البيت، كل إيه؟ فاعظوهن واهجروهن في المضاجع. مش عند امه ولا عند امها، يعني يبقوا زعلانين مع بعض على السرير، يمكن واحد يخبط التاني كوع او يقول للتاني بس بالراحه عليه نهار اسود، او يقول للتاني نكته، ها، او حاجه كده تحصل كده، ها، حتى لما تتطلق تفضل في البيت لغايه لما تخلص العده. انا ما اعرفش بتفروا عند ابوك وامك وتهببوا ايه، انا ما اعرفش دي اهي، دي برضه مع الشيشه في الدماغ اهي. 24 سنه وراح تغضب، 24 سنه جواز وراح تغضب، النونه راح تغضب. غضبت ليه؟ غضبت ليه يا مؤايه؟ يا عمي الشيخ مش دي. الله اله الا الله. قولي غضبت ليه بعد 24 سنه جواز؟ ما تعرفش على فكره الناس بتتحايل عليه عشان يوديني وهو اللي مش راضي. هو مش عايزك. بقاله 24 سنه معايا ثلاث بنات. ايه اللي خلاك كده؟ ايه اللي خلاك؟ بس استني يا ام ايه، هو قال لك روحي عند امك ولا انت اللي روحت يا ام ايه؟ انا مستني ترد عليا. انت اللي مشيتي؟ لا هو اللي كرشني. هو اللي كرشك بالظبط كده. كرشك ليه يا ام ايه؟ اهو من كتر ما شكله وبيشتمني شتمه يعني وحشه، انا بعت له ورث واديته له. انت بعت ورثك؟ لا اله الا الله. شرب بيه جوزها؟ تبيع ورثها وتديه له؟ وشرب بيه جوزها؟ باذن زنقته وخلص الورث بتاعك صرفه؟ في حاجات وحشه. ايوه حاجات وحشه. وصرفه كله يا مؤية؟ بعد ما وقف على رجله كرشني بالظبط كده. طب ما انت عارفه القصه من قبل ما تبدا. انا اللي بتحايل عليه وانا اللي ببعت له ناس. وتلاقي الورث ده كان 1400 يا مؤية ولا حاجه، ولا 700 جنيه، كان قد ايه يا بنت؟ بس عشان اتحايل عليه عشان ارجع. الورث ده كان قد ايه يا بنت؟ ان شاء الله ما رجعتي. قولي الورث ده كان قد ايه؟ لا كان 30. 30,000؟ 30,000. عدتيهم؟ 30,000. واديتهم له كده؟ والله العظيم اقسم بالله اديتهم له كده. وخدك في حضنه وطبطب عليكي؟ بعد ال 30 يا بت طبطب عليكي وخدك في حضنه؟ وغير ما جبت له من والدتي سلف. يعني خدك في حضنه ليله جميله بين زوجين ب 30,000. مين يزود؟ شفت النكد اللي احنا فيها مسلمين؟ هو ليله ما قامش بس قعد يطبطب عليها حبيبتي، وهي تقول له ايه دول؟ يقول لها كتير علي. تقول له كتير عليك؟ ده انا لو طولت اقطع من جتتي ومش خساره فيك. عشان ليله سوده، والله العظيم عشان ليله سوده، ليله سوده بكل المقاييس. الاسلام ده هو بجلاله قدره يقول لها ذمه ماليه، وهي عشان غبيه تديها له. رجلي في زنقه والشعرات بقى. الست ما كانتش تقف مع جوزها في شدته، يقولوا لي ايه كيانها وايه ثمره وجودها؟ ملهاش عايزه تبقى قليله الاصل. تبقى قليله الاصل. غنوا يا ولاد حيوا ابو الفاصات. اسلام مين يابا؟ اسلام مين يابا؟ اسلام يقول الواد ده اهو اللي متجوز البنت ده ايه، لو خد منها 30,000 يكتب بيهم وصل امانه، يكتب دين فاكتبوه. ربنا لم يستثني زوجا ولا زوجة ولا والدا ولا ولدا. في مواريث وفي حقوق وفي رسالة للمال في الإسلام اللي ضيعناه. احنا ضيعنا المال وضيعنا الإسلام. المال ده قوام الدين قبل ما يبقى قوام الدنيا. المال ده جهز بيه عثمان جيش المسلمين، جيش العرب، جيش الخلود، جيش الوجود. وقال عليه الصلاه والسلام ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. الجيش ده لا اله الا الله، الدرع الواقيه.
ما اعرفش. راجل برضو عندي سؤال خطير قبل الحلقه ما تخلص، بيقول انه خاطب بقاله 4 سنين واتفق على 15,000 وجمنا سايبه، قالوا له لا 25 يا حلو ده فات عليها كذا سنه، قال حاضر على عيني الاول متلكعه، وهو عايز يسيب البنايه بس خايف من صله من تقاطيعه الرحم. لا يقول ما تخافش، اولا انت ما بتحبش البيت ومش عايزها، خلينا واضحين، فبتتلكك، سيبها يا واد وروح للي هتاخد منك 5,000، يا اما هم يحطوا عقلهم في راسهم ويقول لك تعالى لا هنزود ولا هننيل. الصداقه على فكره يقل ما يزيدش، اللي بيقرا القران يفهم كده. واتوا النساء صدقاتهن نحله فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. على اليمين اولها في النساء خبر اسود، 10 هي تقول 7 كفايه. الصداق يقل ما يزيدش، وده مش معناه ان ما فيش زياده للصداق، لا، الصداق لا حد لاوله ولا حد لاخره. واتيتم احداهن قنطارا، والقنطار مش كمرداب، لا، رمز للزياده، رمز للاوفر، يعني ممكن واحده تاخد مهرها 7 مليار 10 مليار، وواحده مهرها 10 جنيه ودي المباركه، ومش معنى كده ان دي اقل بركه، لا، بس دي زياده سنه، عشان كان المفروض تاخد 10 مليار وخدت 10 جنيه عشان خاطر الدنيا تمشي تبقى جميل. جه الواد بيدفع لها 10 جنيه تقول له كفايه 6.5. كفايه 6.5، فان طبنا لكم عن شيء منه نفسه، بس احنا بنتلكك، قالوا لنا اللي اتفقنا عليه ده قليل، عايزين نزود، ورجعوا في كلامهم، اجي كلامهم، احنا لا، بقول لكم اهو ده اللي في الراس، ده اللي في الدماغ، كله غلط، كله كده، الدنيا كده، عايزين نعدلها كده. نعدلها بالطريقة دي، نبقى فاهمين العلم. العلم بيقول صداق نتفق عليه أو ما نتفقش عليه وننساه. وننساه. ناخد منى هتشكل بتقول لي قول يا زينبو، منى البكري بتقول لي أنا قول يا زينبو، حطيت لي الضمة، ربنا يسترك يا منى. يا دكتور دلوقتي إن أنا بنت متجوزة في مركز جنبيني. مالها؟ بنت متجوزة في مركز جنبيني. وبعدين هي غضبت 15 يوم غضبانه، ورحنا بعد ما غضبت 15، ورحنا بعد 15 يوم رحنا اشتكان. اشتكيت على طول كده. ايوه، وبعدين طب واشتكيتوا ليه؟ ما صبرتوش شويه ليه؟ ده اللي حصل يا دكتور، اشتكيتوا على طول كده اهو. وبعدين خدت 20 راجي وثلاث عربيات ورحت فين؟ ما اسمع يا دكتور. ايوه ورحت أيوة فين يا دكتور؟ ورحت فين؟ وخدت 20 راجل ورحنا خلانا جوفه في انتخابات السيسي، ورحنا جبنا العزال كله جدعه. وبعدين رحت طلقتيه. ايوه. وبعدين احنا دلوقتي جبنا شهود زور ان احنا بناخدوا العزال، ان احنا ما خدناش العزال وبنطالبه بالعزال تاني. ايوه. وحارمينه ان احنا ما يشوفش عياله. جدعه. ده فاضل ايه تاني؟ ما معكيش طبله؟ ما معكيش طبله؟ استني بس استني. انت حد مأجرك عليا يا بيت؟ والله يا دكتور ده اللي حصل. وايه اللي جاب انتخابات السيسي للعدوان والافتراء؟ ما من ايامها. لا يعني وبتكيليني ورا بعض ورا بعض ورا بعض، وبتعترفي انك حايشين العيال عنه، عايزه تدخلي الجنه؟ وطيب يا دكتور هو نفسه يشوف العيال، ولما جه عندنا يشوف العيال ضربناه. ضربتوه؟ ايه. ليه؟ عشان تدخلوا الجنه ولا عشان يعملوا لكم تمثال؟ احنا ضربناه عشان يتجوز. انتوا عملتوا ضربتوه عشان يتجوز؟ ابن كلب حرام الادب، كفر بالاسلام. يا نهار اسود يا دكتور، يا نهار اسود. المهم استني بس، يعني بنتك مخلفه منه كام؟ بنتين. بنتين اتنين. ايوه. وفي عريس جه دار وشرب الشاي دلوقتي وعايز يتجوزها؟ لا مفيش حد لحد دلوقتي. هي ولا حد هيجي لك ولا عبارك، ما دام عرفوا انك في توايه وخدت العزال يوم الانتخابات بتاع السيسي يوم وعجنتوا الراجل عجن لما جه يشوفوا عيلاده. مين هيتجوز بنتك؟ مين معاه؟ مش هيتجوز بنتك واحد الا واحد يقدر يخبطك بالشومه راقر. لا طب سؤالك ايه يا زينبو؟ هل ده حرام بقى؟ انا ظلمت البنت. حرامين اتنين واربع حرامات و80 حراما بالتمييز يا بيت. حرام مين يا بيت؟ حرامين واربعه يا بيت، اشبعي حرامات. حرام عليكي يا اختي، الواد يشوف عياله يا حبيبتي. وسيبك من اللي راح بقى، ما دام طلقتوها وعرفتوا تشتكوا، لكن يشوف ولاده.
واولاده يشوفوه لا يكبروا ولاده ويقولوا لك خد يا جده زينب كده تعالى ما ابوسك، وتيجي مقربه عشان يبوسك يجي واخدك بالبنيه موقع سنانك في حنكك اللي هو بقك يعني بالموضه. الواد يشوف عياله يحرق الجواز على اللي بيتجوزوه بالطريقه دي، بالطريقه دي الواد يشوف ولاده وولاده يشوفوه يا زينب هتولعي يا زينب انت واللي جابوك اللي عملتوه ده عدوان بس.